بدي اقول للطياره. بس بشكل عام على سيره الطيران، انه اطلق طيران ناس اطلقت اول طياراتها اللي تعتبر اول من الاولى من نوعها عفوا في المملكه العربيه السعوديه من طراز ايرباص A320 نيون. طبعا هذه الطيارات احنا اكيد في مجال السياسي لازم نسوي عنها تقرير، خلونا نتابع مشاهدينا هذا التقرير ونشوف ايش انواع الطيارات كمان اللي احنا مستعدين نركبها. استقبلت شركة طيران ناس القابضة وصول أول طائرة من طراز إيرباص A320 نيو، واللي انضمت حديثا إلى أسطولها. اليوم نحتفل سويا باستقبال أول طائرة من نوع 320 نيو، وهذه من الطائرات اللي وقعنا عقد مع شركة إيرباص بحوالي 32 مليار ريال سعودي لشراء 120 طائرة، 80 مؤكدة و40 طائرة اختيارية. تصل اليوم أول طائرة، وإن شاء الله السنة القادمة سيصلنا حوالي 5 طائرات، والسنة اللي بعدها في 2020 بإذن الله سنستقبل 9 طائرات جديدة. وتمتاز هذه الطائرة بالابتكارات ضمن مقصورتها وأدائها البيئي المتمثل بالحد من الضوضاء بمعدل ما يقارب 50%، وتوفير الوقود بنسبة 15%، والعديد من المميزات مقارنة بالجيل السابق. تستوعب الطائرة 174 راكب، غير حسب رغبة المسافرين بأن تكون درجة البزنس والدرجة السياحية مماثلة كما هو موجود في الأساطير الأوروبية، بحيث إذا تحولت إلى درجة البزنس يكون هناك مقعد خالي بين المسافرين، وإذا استخدمت كاملا بتستخدم كامل الطائرة 174 حتى تصل إلى وجهات أبعد من الوجهات التي كانت محدودة بأربع ساعات، مع احتياطي للوقود بمعدل ساعة كمطار احتياطي. طيب على سيرة مسافة أن أطير أبعد، فهل في مجال تقول لي المدى اللي ممكن تطير فيه هذه الطائرة؟ هذه الطائرة بتكون أفضل من طائرات الإيرباص 320 الحالية بما يقارب ساعتين إضافية، مع ساعة وقود احتياطي للمطارات الاحتياطية. أكيد نشكر الزميلة رؤى ريان وكمان الزميل بدر الشهري، يعطيكم ألف عافية على التقرير الحلو. شو رأيكم بالطيارة؟ أي طيارة أي مكان أبغى أسافر أي مكان. أنا شفتي باباي فين كان يجلس؟ قلتي لي إياها قبل الهواء يعني. أيوة أنا أجلس هناك ما عندي مشكلة، بس عارفة الحاجة الحلوة كمان إنه في طيران ناس الطيارة صارت أوسع، الإيرباص يعني أكبر، تعتبر أيوة تعتبر أكبر حجما من الطيارات العادية أو الطيارات اللي كانت موجودة عندهم اللي متعودين، فمن جد هيكون فيها راحة أكثر يعني. إن شاء الله إن شاء الله يعني نتمنى طبعا.